وليس من الدين أن تعاهدوا عهدا ثم تنقضوه. ذلك العهد الذي يكون بيننا بين يهود، أما الأغيار فلا عهد لهم، نتقيهم به دفعا عن أنفسنا وأهلنا وأموالنا، فإن قدرنا على غير ذلك نبذناه. وانتشر خبر خيانة بني قريظة للعهد الذي عقدوه مع رسول الله، وإنهم انضموا إلى قوات الأحزاب. وعلى الرغم من محاولة تجنب انتشار الخبر في المدينة، إلا أن الخبر انتشر، وابتلي المؤمنون بلاء شديدا، وبلغت القلوب الحناجر، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، فكانت مرحلة خطيرة، وأصبح المنافقين وضعهم مختلف، وشوكتهم قوية، فأصبحوا يقولون: كان محمدا يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وبدأ المنافقون في الفرار إلى بيوتهم بحجة أن بيوتهم غير محصنة، وضاقت الأرض بالمسلمين. قريش وغطفان ويهود يتهيئون للدخول إلى المدينة للقضاء على الإسلام وأهله، والمنافقون يفبطون الهمم وينسحبون إلى بيوتهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرقة لحماية الجبهة الداخلية للمدينة المنورة لحماية النساء والأطفال، مشهد مريب، والمسلمون على وشك الانهيار. وأخذت الدولة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخطيط لكي يواجهوا المستجدات التي حصلت وكيفية التعامل مع الموقف بسرعة، فالأمر لا يحتمل التأجيل. فأخذ النبي بالتفكير بكيفية فك التحالف بين قريش وغطفان ويهود، فقريش خرجت للانتقام من المسلمين، ويهود تحركوا حقدا وحسدا على المسلمين. أما غطفان كان خروجها للاستيلاء على مقدرات المسلمين، فهدفها مادي، فكانت هي الحلقة الأضعف لفك هذا التحالف. ففكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فك التحالف من خلال العرض المادي والإغراء بالمال، وإنه من الممكن أن تنسحب وأن تفك ارتباطها بالباقين إذا أعطيت مالا. وفعلا عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء مع زعماء غطفان، وكان الاجتماع على مستوى عال جدا من السرية، فلم يشترك فيه أحد من الأطراف. وتم اللقاء بين الرسول وبين قيادات غطفان، وبعد مشاورات ومداولات استقر الطرفان على إعطاء غطفان الثلث ثمار المدينة لسنة كاملة على أن تعود غطفان وتترك الحصار. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذه المفاوضات على قبول مجلسه الاستشاري للفكرة، وخاصة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأوس والخزرج. وبعد اجتماع الرسول مع زعماء غطفان، قام باجتماع آخر بسرعة مع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وعرض عليهما الاتفاق الذي وصل إليه مع زعماء غطفان. فرحب بالعرض بداية، ثم قال سعد بن معاذ بمنتهى الحكمة: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال لهم رسول الله: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء مع الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا بيعا، أفحينما أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف، وحتى يحكم الله بيننا وبينهم. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي سعد جدا على الرغم من مخالفته لرأيه، وقال له: أنت وذاك. فأمسك سعد بن معاذ بالصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زعماء غطفان وأعلمهم برأي المجلس الاستشاري ورفض المساومة. فكانت نظرة سعد رؤية استراتيجية رائعة،
فمستقبل المدينة قد يتحدد بهذه المفاوضات. فليست المشكلة فقط فلك ثمار المدينة، ولكن المشكلة أن غطفان ستحقق انتصارا غير مقبول على الدولة الإسلامية، وستهتز أمام الجزيرة العربية بكاملها. وهؤلاء ليسوا من الزعماء النبلاء الشرفاء، بل هم مجرد مرتزق مأجورين. وسيفتح هذا الباب للابتزاز المستمر للمدينة المنورة كلما احتاجوا إلى مال جاءوا إلى المدينة. أما هذه الوقفة الصلبة الجريئة فإنها ولا شك ستهز غطفان من الأعماق، وبالذات أنهم لا يفكرون إلا في المال والدنيا. وخلال المواجهات أصيب سعد بن معاذ البطل الإسلامي الشاب، أصيب بسهم في ذراعه أو كتفه، وكانت الإصابة شديدة خطيرة، وكانت أزمة فوق الأزمات. وهذا زعيم الأوس، وهذا حكيم المسلمين، وهذا المطاع في قومه. وتأزم الموقف جدا، وتحملوا في سبيل الله الجوع والبرد، وحموا الخندق ودفعوا عنه بأرواحهم، وقاتلوا ببراوة، وقاموا بالمشاورات، واجتهدوا في الدعاء، لأن النصر من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.